أظن تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تيك توك اللايف. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تيك توك خاص بكم، ثم نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها نقوم بالضغط هنا على الموافقة، ثم نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها نقوم بالضغط على متحف تخزين مؤقت، ثم نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم، سيظهر على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديد، قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيك توك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.